شكرا للزميل عبد الله العالي. أصدقاء المشاهدين متتبع البين سبورت، سهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو اللقاء المرتقب، هذا هو اللقاء المنتظر هنا في الدوري الأوروبي، الأوروبا ليج في سهرة الخميس، تقودنا إلى استاد التاريخ الأولد ترافورد، ومباراة الكبار بين برشلونة ومانشستر يونايتد. صدق أو لا تصدق، من يواكب كرة أوروبا، هذه مواجهة في دور الستاش للأوروبا ليج وليست من أحد قمم لويفا شامبيونز ليج. فرناندز خطيرة، برونو وتير شتيغن، فرصة أولى هي الأخطر، كرة هي الأقوى لنادي الشياطين الحمر. بكاس الأذنين وأمجد الكوس، يضغط على كريستنسن، برونو كريس في البريمير ليج، انطلاقة جديدة، التسديدة من نادي برشلونة، فرصة أخرى في المباراة، حضور أول قدره ليست في قيمته، ليست في كورة، ينطلق الهجوم، كرة خطيرة، مانشستر في التوب، من كورة محطوطة في كورة، مضروبة في آخر كورة، والحكم توبا الفرنسي كل ما فما شيء، مع احتجاج الجمهور، الشياطين الحمر. بالدي فرصة ملعوبة، كاسيميرو خطيرة، يتقدم بساكا من اليمين، يأتي يسارا، يلعب كرة طويلة والكرة بعيدة، الأول في هامبتون خطيرة، والدفاع يتصدى، دور يدخل ماركوس، راشفورد يوم في اتجاه نيوكاسل، لا حديث، فما موجود الدفاع لليونايتد، كرة خطيرة وبنالتي لنادي برشلونة، ضرب جزاء، ضرب جزاء على رفقون الأزول، والوقفة خايبة ويحطها، 1-0 الأزول جرانا، الأزول يكيد العزول ويسجل 1-0 بسيناريو معزول في مرمى النقاط، يعطي هامش للخطأ، ذكرنا بأيامات السر، أيامات الروح، بدري يلعب الكرة بالدي خطيرة لباك فيه، المباراة ترجع لإثارة المواعيد الكبرى، هذا لقاء شامبيونز وليس لقاء دوري الأوروبي. رافينيا ما يعديش، برازيليا، بيساكا، برونو مضغوط على كابنو، دفاعه لأنه يمشي للهجوم يخلي برشا مساحات، لذلك لو تلاحظون ليفاندوفسكي، هنا فرصة للدعاء في ليلة جمعة مباركة. فيغورست يلعب الكرة، قدم أفضل مبارياته منذ قدومه للكتالوني، وفي خطأ على كيسي، الدبابة الإيفوارية، الدبابة الإيفوارية. الأوروبا ليج واللي كاب، شد على أن هذه القمة من أبجديات، فورد على أطراف يخرج كرة قوية، وكرة سهلة تمشي للحارس تير شتيغن، للبارسا عن طريق ليفاندوفسكي يلعب له، ومرة فقط ربح مانشستر أو البارسا تداول فريق في أوروبا عمل جراند سلام، هو طبعا سانشو يخرجها منيح، والكرة خطيرة، فريد يفشل في الكرة، يفشل في الكنترول، يفشل في الترويض، شتيغن تير الكرة ترجع إلى هجوم، بالدي يقاتل، الراش بذكريات ليفربول، وين الراش، رافينيا ملفوفة، ملفوف يجيب الجول، حط الكرة الرافة، رافينيا أوت. الهولندي بالحق الهولندي هذا عصفور استحى، مانشستر ما وصلش برشا، مانشستر ما قل بغات، كيسيه يتفوق، بدنين كلاوهم، وسط ميدان متين جدا من الكتالون، فريق بصدد التكوين، السيدي يونايتد، كرة تمشي من كريستنسن، يمشي ديون، خطير على القائم الثاني كازيميرو، احضر النار الصديقة يا كازيميرو، فحتى الصديق يحرق يا كازيميرو، من ناحية الاستئناس ببعضهم، من ناحية عمل كرة مجنونة مع بيب جوارديولا، قبلها موجود، والثاني موجود، والكرة تفسخت على الحدود يا ابن إيفواري، مش ممكن ما دروا سيرجي، قول عن طريق الإيفواري في جولة الثاني، هاني نتيجة وروحا وأداء. مباراة
اعتقد انه مطالب بالهدف الثاني لانه هدف التعادل. هدف التعادل يا فريد، هدف التعادل يا فريد، هدف احمر من البدايات. فسخ وعاود من جديد. ثلاثة مانشستر عاد توازنه في اقرب الوقت. فاحد يضرب على علمه، كل واحد يضرب على درابوه، والاروع خطيرة. جاب الثاني، الثاني، الثاني قريب جدا. مانشستر ينتفض، مانشستر ينتفض. اوكرانا حتى كرة رافينيا، مسألة الاهداف مساريخ. نعم سموا الريمونتادا مسماها، يدخل عن طريق ريال مدريد، ليست ريمونتادا. نعم والمان يونايتد خطيره بالراحه. استدراك ما عجز عنه ليفربول امام المرينج. الريال، الريال 5-2 يتاهل، فالمشوار ما زال طويل. هذه مباراه ميت في كره القدم الا رونالد كومان. الحقيقه يا رونالد الا انت ما تدورش هنا، ابعدني. بادي وزع كلاتيني، حكم يرجع فالتس خطيرة. يونايتد ملعوبة الكورة بساكا، يهاجم. شامبيونز وسيبقى شامبيونز، يمشي الكامبيون دي لا ليغا أكثر 25 مرة بالضبط، لا أكثر ولا أقل. بين اللمسة يا برازيليرو، يرجع الكورة مع كيسير، خطيرة للريتشا. هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، خطيرة وشوط. والدفاع عن طريق المباراة وطعم المباراة، تمشي كورة خطيرة بالراس، حطالو. مش ممكن، مش ممكن. الراس من برا كيس يمشي شوت، يشوت كيس. النار، هل كانت هناك مخالفة على بضعية فضة ومثالية؟ ولكن يلعب كرة مدورة باية بالراس، ترجم الدفاش وهدف الكتلان. يمشي راشفورد وفي الشبكة الصغيرة يا ماركوس.